بشكل عام السياسة العامة لها كانت عم يعني عم تتمول من دعم إقليمي أو محلي أو خارجي، فكانت مضطرة أن تسير هذا سياسة هذا الممول، فلذلك هي لم تكن حرة بالمطلق، كانت حرة ضمن هامش ولكنها لم تكن حرة بالمطلق، فلذلك كانت دائما تعبر عن ميول وانتماءات واتجاهات الممول. هذا موضوع يعني متعارف عليه، هذا معروف، هذا موضوع معروف في لبنان. ومثل ما سأل الصديق العزيز انه هل هناك صحافة حرة في العالم؟ صحيح، هناك نسبة وهامش من الحرية الصحفية والإعلامية، وفي لبنان أضيق، لأنه أساسا المجتمع اللبناني مجتمع ضيق ومحدود ووسائل الإعلام كثيرة، والمجتمع اللبناني مجتمع متنوع ومتعدد. نحن نعرف في عدد بيقول 16 أو 18 طائفة، هذا من ناحية من جوانب الطائفية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحزاب والانتماءات السياسية، فهذه الصحف كانت تعبر عن هذه الاتجاهات. صحيح أنه طبعا هي تنقل الأخبار وتتكلم على لبنان وتنقل أخبار لبنان وتنقل أخبار من الخارج، وأحيانا عندها صفحة ثقافية وعندها صفحة اقتصادية وعندها صفحة رياضية، هؤلاء كلهم جيدين وموجودين وساهموا، نحن بنشكرهم أنهم موجودين، ولكن بالسياسة أنا بحكي عن الإعلام السياسي، الإعلام السياسي في لبنان لم يكن حرا. اتفقنا؟ شو دكتور اتفقنا؟ محاضرة قيمة، وهنالك الكثير أن نقوله ونسأل عنه. أريد فقط أن ننوه أن فكرة الصحافة الاستقلالية صحافة الحرية والأدب النضالي أيضا انتقل إلى هذه البلاد، وكان هناك الكتاب المهجر من أعضاء الرابطة القلمية الذين شاركوا في هذا الموضوع أيضا، ونحن بصدد الاحتفال بالمئوية للرابطة القلمية بعد السنة القادمة إن شاء الله. ننتقل الآن إلى عالم الشعر.